إذا الوضع بدارنا الليبية، الوضع، التجهيزات، وضع قاطني هذه المدينة، وتأهب الإرهابيين للمواجهة، الوضع بشكل عام، الوضع على الحدود بعد ما أغلقت مصر الحدود طبعا خوفا من هروبهم أو من مدهم بالسلاح. أولا هذه العملية الشاملة سوف تكون فيها ثلاثة محاور، أولا السلاح الجوي وأيضا القوات البرية وأيضا القوات البحرية. أعتقد أن هناك إمكانيات معينة وهناك تقنية معينة، هناك خطط مدروسة من القيادة العامة، وأيضا لدينا قيادات على مستوى كبير من الخبراء في مجال حرب هذه التجربة. وطبعا كانت هناك ما حظوظ الجماعات الإرهابية بحرب الجبال هذه سيد عادل؟ طبعا حظوظ الجماعات الإرهابية هي محاصرة في بعض الوديان ومحاصرة في بعض الأماكن اللي هي يختبون فيها، ولكن طبعا كانت هناك تجربة للجيش الليبي في التسعينات، في 96 و 97 كانت هناك حرب ما بين الجيش الليبي وبين الجماعات الإرهابية في وادي كرسة في درنة، وقد انتصر فيها الجيش الليبي، وهو الآن هم الذين كانوا مجموعة، كانوا الضباط الذين كانوا يخوضون في هذه الحرب لديهم تجربة ولديهم خبرة في هذه الحرب. وأعتقد أن سوف يتم الاستعانة ببعض الخبراء الليبيين دون الاستعانة بالطرف الخارجي طبعا أو من الدول، طبعا باستثناء طبعا جمهورية مصر العربية لديها أيضا حتى اتصال ولديها حتى مع الجيش الليبي في دعم الجيش الليبي في بعض، حتى في مساعدات بعض حتى هنا بس في سؤالين وردوا على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك بملف الليبي اللي نطرحهم على حضرتك سيد عادل، إنه دور القبائل وإلى أي درجة سهل دخول درنا من ناحية بأنه أهل المنطقة اللي هي بشرق ليبيا معظمهم من الغرب تاجراء وغيرها، وهذا بالنسبة لكثيرين ممكن أن يخلق المشاكل. لا هو بالعكس، يعني هناك ترحيب كبير من الأهالي مدينة درنا للقدوم الجيش الليبي لتطهيرها من هذه الجماعات الإرهابية التي ربما سيطرت كاملة على مدينة درنا، والآن بحاجة ماسة أهالي درنا لقوات الجيش الليبي لتحريرها من الإرهاب. أنا طبعاً قبائل هناك اي طبعا نحن نعول طبعا تعويل كامل على ان يكون هناك مسانده، وايضا هناك قوات مسانده من داخل مدينه درنا ان شاء الله باذن الله تعالى، وهناك كثير من الشباب وهم شباب عمليه الكرامه من داخل درنا هم على اهبه الاستعداد وعلى ينتظرون الاوامر لكي يكون هناك حراك من داخل مدينه درنا. نعم سنتابع معكم نحن دائما تطورات هذه العمليه. شكرا لك على كل هذه المعلومات السيد عادل الطلاحي من بنغازي مدير مركز الدراسات الأمنية.